البنات تلاقيت مع اكبر متكبر لقيته في حياتي كومباغازا دابا في المول. هو فوتبولور مغربي ومع كان معايا صحاباتي ماشي مغربيات و إلي تي أكوتي دونك قلت ليه يلا قلت ليه هاي كيخنزر مي فريمون سيد إلي با نورمال عند واحد المغربي كما مي سي إنكرويابل. دابا داخلة لوتيل شفت وحدة الباب قلت ليه راه إتس نوت نايس و قلت ليه فاك يو قلت ليه فاك يو تو زعما سي انكرويابل شكون هو فوتبولور زياش تيلمون جو ليمي تيلمون جو لو ديتيست مانو سي انكرويابل فريمون ملي كت اللي كيبان لنا في التلفازة حاجة والواقع ناغيان ابوا هذاك الولد المغربي مسكين اللي شفتو كيقول ليا بريفير هذاك الولد المغربي مسكين اللي جونتي قال لي اختي فاتر ما كيتسوج واش دابا هاد لي فوتبولور ما فخبارهمش راه كانوا اباطرة قبل منهم وكانوا ملايرية وفي ليلة ونهار وبداك الغرور ما بقى عندهم التريال في آخر أيام حياتهم ما لاقين ما ياكلوا والناس كيعاونوهم ما فهمتش شنو الإحساس ديال جو سي با أنا بعدا جيتي شوكي أنا يمكن أن بو دوفون غير بديت الفرحة كيلكان كو جيم فولي زعما جوست لوي دير كي تبارك الله عليك كل حاجة هكا أون سون فو المهم تالمون جيتي شوكي جولي je voulais partager et surtout il m'insulte ملي قلت ليه حشومه هادشي درتي قال لي تلاقيتو باغ هازار عاود قال لي فاك يو ياك بحال كي كتقول لي فام في اللي في عائلتك لا انت المهم اتمنى انه احنا مش كل ولاد بلدنا كده على فكره احنا كل المشاهير عندنا والله متواضعين بجد حشمني مع صاحبتي شنو كنت باغا نقول قلت لك ان محمد صلاح عمره ما يعمل كده صح لا والله حتى حنا عندنا اوكي عندي كتير اصحابي محترمين انا كنت مسافره قابلتهم قابلت الفريق اصلا ويجننوا وسلمت عليهم لا هذا شكله وبعدين بيسبني يعني شاب بيقول لبنت فاك يو سوري يعني متعجري وغير محترم ايوا شنو نقول لك مصدق نفسه هو عمل شوبينج جامد كده فمش مصدق نقول لك ديما عندك معاهم مشاكل اول مره غادي نفهم علاش